تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 503 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 60 طنا، كما تم ضبط أكثر من 62 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 752 قضية، من بينها 251 قضية خبز ناقص الوزن و119 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 12 طن أقمح محلية.